الكلمة الثالثة حول خطبة الرئيس الأمريكي أوباما وتوجيهه خطابا خاصة للمسلمين أو للعالم الإسلامي. وهناك أناس أسرفوا في التفاؤل حول هذا الخطاب، وظن بعضهم أن أمريكا قد غيرت سياستها وغيرت اتجاهها وأصبحت صديقة للمسلمين وستحل المشاكل ما بين عشية وضحاها، وهذا من السذاجة التي لا يصح أن تقابل بها مثل هذه الخطب السياسية. وعلى الوجه الآخر هناك أناس يرفضون هذا الخطاب من أصله وبكليته ويقولون اطردوا هذا الرجل قبل أن يأتي ولا تسمحوا له بالمجيء. أنا لست مع المسرفين في التفاؤل ولا المسرفين في سوء الظن. يجب أن نعلم أن أمريكا لا يحكمها رجل واحد وإن كان رئيس الجمهورية. هذا بلد مؤسسات، ثم هناك مواريث تحكم هذا البلد من عقود أو قرون. لا نظن أن هذه المواريث تهمل وتلقى في سلة المهملات بسرعة. نحن نرحب مبدئيا بخطاب أوباما، لا على أنه يحل المشاكل، ولكن على أنه بداية للتعامل مع العالم الإسلامي كما قال على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. نحن نقر هذا المبدأ ونقر أن الرجل حاول التودد إلى المسلمين وحاول بلغته أن تكون لغة غير مستفزة على خلاف لغات من قبله من بوش وأمثال بوش الذي قال إننا نخوض حربا صليبية ثم اعتذر عن هذه الكلمة. هذا الرجل له جذور إفريقية وجذور إسلامية، لعل هذه الجذور تؤثر فيه. ومن تأثيرها أنه استنكر بوضوح الاستيطان الإسرائيلي ولم يصف حماس بأنها إرهابية، وإن كان وصفها بالعنف. وصف حماس بالعنف ولم يصف إسرائيل بالعنف، وهذا عجب من العجب. حماس في موقف الدفاع عن الأرض والعرض والحرمات، ومن حق المدافع أن يستخدم القوة التي يستطيعها في الدفاع عن أرضه وعرضه وحماه. أما إسرائيل فهي عدوانية، قامت من أول يوم على العدوان وعلى الاغتصاب وعلى هتك الحرمات وعلى أن تدوس المقدسات، فكيف توصف حماس بالعنف ولا توصف إسرائيل بالعنف؟ لقد حاول الرجل أن يستشهد بالقرآن وأن يستشهد بالتوراة وبالإنجيل، وإن كان سوى بين القرآن والتوراة في الدعوة إلى السلم، ونقل عن التلمود عن التوراة أن التوراة تدعو إلى السلام. وما رأيت في التوراة آية أو فقرة أو جملة تدعو إلى السلام، كل ما في التوراة دعوة إلى الحرب، حتى إن الله تعالى يسمونه رب الجنود، رب الجنود العساكر، مش رب العالمين أو الرحمن الرحيم. هذا التوراة تقول لموسى حينما يدخل بلدا من البلدان بعيدا عن ما يسمونها أرض الميعاد،
عليك أن تدعوها، فإذا اصطلحت معك وسلمت لك فجميع أهلها عبيد لك، وإلا فاضرب جميع ذكورها بحد السيف. جميع ذكورها، لا تستثني طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا. أما أرض المعاد التي يسكنها الكنعانيون واليابوسيون وعدد من الشعوب، 7 شعوب، هذه الأرض إذا دخلتها فأبدها عن بكرة أبيها، لا تستبق فيها نسمة حية، هكذا تقول التوراة، لا تستبق فيها نسمة حية. استئصال، فكرة الاستئصال الذي رأيناه عند الأوروبيين حينما دخلوا أمريكا وحاولوا أن يستأصلوا الهنود الحمر، وحينما دخلوا استراليا وحاولوا أن يستأصلوا أهلها الأصليين واستأصلوهم، هذه فكرة توراتية، أبدهم عن بكرة أبيهم لا تستبق فيها نسمة حية. فكيف سوى أوباما بين القرآن والتوراة؟ نحن على كل حال لا نسرف في التفاؤل بهذا الخطاب، ولكن نقول لعله خطوة من الخطوات، ولعل الرجل يغير من سياسة أمريكا ولو تغييرا جزئيا ولو على مراحل، ولكن رأيناه للأسف يخرج الجنود من العراق ليبعث بهم إلى أفغانستان، يعني فهو يستبدل حربا بحرب وهي حرب مع المسلمين، هذه أو تلك. نحن يا أيها الإخوة لا نعتمد إلا على الله وحده ثم على أنفسنا بعد ذلك. إذا رأى خصومنا قوتنا وتماسكنا ووحدة صفنا احترمونا وحاولوا أن يوجدوا حلولا لمشاكلنا، أما إذا تمزقنا وتنازعنا وأصبح بعضنا يحارب بعضا، فإننا من لم يحترم نفسه لم يحترمه غيره. سأكرم نفسي، إنني إن أهنتها لعمرك لم تكرم على أحد بعدي. وقد قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم طهر أقوالنا من اللغو، وأعمالنا من العبث، وأنفسنا من الضعف، وقلوبنا من الغش، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وقلوبنا من النفاق، وعباداتنا من الرياء، وحياتنا من التناقض. اللهم اجمع كلمة هذه الأمة على الهدى، وقلوبها على التقى، ونفوسها على المحبة، وعزائمها على عمل الخير وخير العمل. اللهم انصر إخواتنا المجاهدين في فلسطين وفي سائر بلاد الإسلام. اللهم افتح لهم فتحا مبينا، واهدهم صراطا مستقيما، وانصرهم نصرا عزيزا، وأتم عليهم نعمتك، وأنزل في قلوبهم سكينتك، وانشر عليهم فضلك ورحمتك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله،
يقول الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أذكر الإخوة أن هناك إخوة يجمعون التبرعات من جمعية قطر الخيرية لصالح الإخوة النازحين والمشردين في باكستان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من كل من أنفق قليلا أو كثيرا في سبيل الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.